السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انو انتم كلكم بخير على خير. اليوم غاديين دابا انا واخواتي غادي نمشي للغابه باش غادي نحزو داك الدوره اللي كان تما، داك الساعه غادي نشارك معكم. يلا اول شيء غادي نوريكم ابويا هنايا تقطع خشب، نشارك معكم داك الساعه هذا الخشب هذا، بس غادي نكملوا بيا الدار. هاجيو معي. هاد الخشب هذا ها انتم غادي تقطعوه بس نكملوا بيا الدار. انتو صافي خليهم هما يكملوا داكشي، ودابا غادي نكملوا طريقنا في الغابه. صافي اول شيء خواتي غادي نحزوا الماء هنايا بس نبقاو نشربوا به. صافي وصلنا هنايا خواتي، ها انتم هاد هو الدور اللي قلتكم غادي ناخذوه، ولكن ما عرف بحال ما كايناش كاع. هانشوف هاي هنايا اللي كاينه، ولكن صغارين، ولكن ماشي مشكله. هانتو صراحه سخفات. دابا غادي نبدا دابا نحزو داكشي، ما عرف اذا راح ناخذو غادي نديرو داكشي غادي نسالو اليوم ولا لا، محمد نجربو. عرفتوا خاتي انا بقافية الحل صراحة لهاد الدور هذا، خصوصا بقافية العائلة ديالي. العائلة ديالي كانت تعبوا بزاف على قبل هاد الدورة، ولكن في الاخر ما خرج مزيان، يعني كل شيء خاوية، قليل خرزات بحال هذا اللي تتشوفوا تنزلتم عليها خاوية، شفتوا على حسب ما طلع الشتا كاع. وشي حاجة اخر، يعني ارض ديال الغابة غايبة، ماشي بحال الارض ديال المزرعة كتشوفو عامر بالحجر، داكشي ما تيتلاس اي سي غادي تحطي ما تيتلاس مزيان. ولكن الحمد لله على كل حال دابا كنحاول نحيدو داكشي كامل وغادي نجمعو. وانا واخواتي الصغير اللي جانا هنايا على حسب راكم عارفين والدة مريضة وابويا ما تتسالا ابويا الا قبل هاد الدار ديالنا بس نكملو، يعني وليد بزاف، يعني هو مشغول بزاف. دابا خاطي سالينا وسمحوا لي على حالتك كيف ولا سالينا دابا هانتوما خزينة داكشي، يعني اقدر اشوف هانتوما
دابا باقي غادي نحزو داكشي باش نتجمعو. وبيتا لا كنت نوما الحمد لله اخواتي سالينا، بقانا غير نجمعو داكشي وغادي نديو لهي بس يا قرب داك سامين بعد ان شاء الله غادي نقش روحها. عرفتو ما نعودكم يعني الله يكون الله يحسن في عوان هذول الناس اللي كيخدموا في المزرعه، الله يكون معاهم ماشي ساهل داك داكشي اخواتي، صعيبه التمره. صراحه ما نكذب عليكم اخواتي، هاد الخدمه هذا كيسخف في التماره، ولكن ما عندي ما ندير اخواتي، خاصني نعاونوا اخواتي. راكم انا قلت لكم عاودكم، والده مريضه، ابويا ماتت سالا، ايوا هذا هي سنه الحياه. عرفتوا اخواتي ديك الساعه كانت مازال ما عرفت محمد ومازال ما جوزت محمد، فين الحياه ديالي هكا دايره؟ فين مكان العائله ديالي؟ يعني دائما انا جنبهم، اي شيء تنعاونهم، اي شيء هذاك شيء، يعني انا ولفت حراره، ولفت خدمه ديال الغابه ديال المزرعه، فهمتوا؟ ايوا الحمد لله. ودابا قريب نمشي ان شاء الله، قريب غادي نخلي العائله ديالي، داكشي تنعطي وقتي معاهم، اي شيء نقدر ندير تندير. كانت في الصباح كان والده عرفات نو غادي نمشي مع اخواتي بس نهزو داك الدوره، ولكن والده ما بغاش كاع، قال لي يا بنتي ما تمشيش تما، ولكن قلت له قلت لها معلاش يا يومي معلاش، انا يعني ماشي دائما، واخا جيت هنايا والده ما بغاش كاع، انا لي انا جيت هنا بزاف. ايوا صافي اخواتي واخيرا هاد هو اخر وصلينا الحمد لله، ولكن شحال ضربنا التميره ولا صافي اخواتي هانتوما جمعنا هاد الدوره هذا من بعد غادي نحيدو الكشور ديالو، عينا صراحه الشمس دابه بزاف. صافي صلينا حزينا داكشي كامل حسب ما كاينش بزاف، راكم شفتوا في حراره كلشي بحال هكا، ما كاينش بزاف الدوره، ما طالعه بزاف دوره. هزانا داكشي كامل هنايا وداكشي كامل نجمعنا، ودابا غادي نرجعوا في الدار خواتي، جانا الجوع وشو اسمه، حتى نرجعوا في العشيه ان شاء الله بس نقشروا هذاك الشيء وناخذوها في الدار وصافي. شفتوا هاد مانغا هاست نانا بانيكا كوان كون سيلين، هانتوما هاد هو مانغا اخضر، غادي نحزوها وغادي نجيبوها في الدار. صافي عرفتو هزيت المانغا بزاف ديك الساعه، او الحمد وزنا الوقيت زوين انا اخواتي، واخا ضربنا التميره وما عرف صراحه اخواتي الا كان
يمكن ما نقدرش نمشي معهم في العشية على حسب غادي يمشي في المدينة، بس نتسخر شي حاجة. دابا اخواتي انا دابا في المدينة، عيط لخويا دغيا قلت له عاجي وخديني في المدينة، اديني في المدينة بس نتسخر شي على قبل الوالدة صلالو هذول الماكلة ديالها، خضار بس نديرو بيها السلاطة، خضار بس نطيبو بيها. راكم عارفين والدة خاصة ياكل شي حاجة صحيحة. صافي اشتريت هذا الضروري كنديروها في الماكلة ديالها، الملوخية هانتوما، وحتى هذا كيقولوا اخواتي ملوخية، شتو هاد الخضار اللي تنطيبو بيها الوالدة. وصافي حزيت الجوز هنايا، وحتى الملوخية اللي شفتو قبيلة حزيتها، وهنايا غاري ناخد هنايا شو كيقولوا مطيشة، غاري نختار مطيشة هنايا شوية مسيح يعني اخضر ماشي حمراء، على حسبنا احنا ما عندناش ثلاثة، انا قفري دايعة وهنايا كيلو بصلة. راكم عارفين ضروري تندير والدة السلطة ولا السلطة، كل نهار تندير الوالدة السلطة. وغاري نحز هنايا الليمون، لا ماشي ليمون، هاد هو الحامض اللي عندنا، هاد هو الحامض اللي تنديرو بيها صغيره، ماشي بحال حمود في المغرب. راكم عارفه يعني كل واحد ديالو. وهنا يا خوتي غادي نحز هنايا ليليت، كيقول كنقولوا ليليت، حتى عدم زوينه بزاف على قبل واحد عنده مرض سكر زوينه، ودائما تنشتريوها لوالده بس نطيبو بيها. واخد هنايا هانتوما صافي وصلت حد هو سخر اللي اشتريت اليوم. ودابا غادي نمشي باش نشتري التيبان، انا نشارك معكم التيبان عندنا هنا انتما. عاد هو التيبان اللي عندنا اخواتي ماشي بحال المغرب، يعني شقال شتو ما عرف الا كنغير يعجبكم ولا لا. المهم حزت هنايا التيبان اخواتي انتما، هذا هو هذا التيبان اللي غادي ندي معي، وباقي غادي نحز تما التيبان باش نفرق في الجيران. هانتوما غادي ندي باش نفرق في الجيران. ودابا لقيتونا دابا انا واخويا غاديين بحالاتنا، الحمد لله تسخرنا داكشي اللي خاصنا. وصراحه اخواتي اخويا مسكين دائما واقف معي. وبغى نقول لكم اخواتي يعني قريب غادي نمشي، يعني ما كملش الشهر بس نرجع المغرب. وصراحة ما نكذب عليكم، تحس بنتي تحس محمد بزاف وليلى بزاف، وبغى نشوفهم وان شاء الله ان شاء الله مبقى والو، ولكن واخا هكا يعني نبقى في العائلة ديالي، غادي توحشوني غادي توحش يوسف، ولكن الحمد لله بعدا. يلا اخواتي نشوفكم ان شاء الله في الفيديو اخر، تهلا في راسكم، مع السلامه.